بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية وبخير حال. النهاردة انا جايبة لحضراتكم اللي هو محل الفرسان هنا اهوت في شارع سليمان باشا اهوت قدام المحكمة بالمنشية طبعا اللانش بوكس. هفرجكم احدث موديلات من اللانش بوكس وزمزميات تحت الميه والمقالم اللي هي واسعارها، وان شاء الله هنتفرجوا على احدث الموديلات. بصوا حضراتكم في اهوت الموديل دوت من اللانش بوكس اهو، والالوان بتاعته اهو. ده سعره ب 30 جنيه بالحته وب 25 جنيه اللي هي الاطفال. تمام، لا ب 30 جنيه اللي هي الحته، ايوه ب 25 جنيه بالجمله. تمام، واجي الوانها بصوا، يعني الوان تمشي بناتي وتمشي ولادي، والاشكال اللي هي ايه ولادنا بيحبوها. انا هي هصعب لحضراتكم ايه اشكالها والوانها. ديت ب 30 بالحته وب 25 بالجمله. الجمله اللي هي ثلاث حتت، يعني تبدا من ثلاث حتت. تمام، اهو ادي دي اشكالها ب 30 بالحته وب 25 بالجمله. وفي كمان الموديل الحلو ده، بصوا حضراتكم ده يعني اغلى شويه، وايه تحسوا ان هي محكمه وماتين حبتين، فيها زي ما يكون فيها معلقه وفيها حاجات ايه، واكبر ب 40 جنيه بالحته وب 35 بالجمله، فرق 5 جنيه اهي زي ما حضرتك شايفين. بصوا الالوان بتاعتها جميله قوي ورسوماتها زاهيه. غير كده بصوا هنا اللي هو شفاف من تحت، مش اهي. بصوا بقى حضراتكم فيها بقى اهي كويس ان دي بقى باينه اهي، فيها معلقه وفيها شوكه وسكينه تقريبا اهي، فيها معلقه وشوكه وسكينه. تمام، ديت ب 40 الحته وب 35 بالجمله، اللي هم الجمله بتبدا من ثلاث قطع. تمام، اجي الوانها في الابيض وفي اللون اللي هو الاسود وفي الموف وفي اللون اللبني ده هو او الازرق السماوي وفي الروز وفيه الاخضر. كل الالوان يا جماعه موجوده في كل انواع اللانش اهي، شايفين حضراتكم. في كمان الموديل دوت ده يعني كده هوت لولادنا الصغيرين اللي هم الكي جي 1، الحاجات دي اللي بيحبوا الشخصيات اللي هي الكرتونيه دي. بصوا حضراتكم موديلاتها جميله قوي اهي، وشكلها ما شاء الله اهي، بصوا حلوه بجد اهي. بصوا كبيره اهي، بصوا 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 قد ايه، ما وبتتفتح وبتتقفل من الجنب ما شاء الله، يعني حاجه حلوه قوي شبه الشنطه على فكره. بصوا بصوا حضراتكم شبه الشنطه اهي اهي. دي بقى سعرها ما شاء الله يعني غاليه شويه برضو، عشان طبعا هي تستاهل اهي، 60 جنيه بالحته و 48 بالجمله. وهنا دوت ب 25 بالحته و 19.5 بالجمله اهو، هو ده اهو. بصوا حضراتكم ده سعره معقول، وبصوا اهي حلوه قوي برضو، فيها بصوا معلقه وشوكه من جوه اهي. بصوا حضراتكم اشكالها اهي، ولادنا بيحبوا الحاجات دي وفرحه قوي لما احنا نحط لهم فيها الاكل، تفتح نفسهم وتخليهم تشجعهم ان هم ياكلوا، لان احنا عارفين ولادنا كلهم يدوخونا على الاكل اهي. بصوا اشكالها جميله قوي، وعلى فكره سعرها معقول اهي. بصوا برده كل الالوان، بصوا في الموديل كمان ده، بصوا حضراتكم ده بقى شكله برده جميل ومختلف شويه كده، الناس اللي هي ما بتحبش الشغل الاوفر، بتحب الحاجات اللي هي الرقيقه يعني، ما بتحبش الرسومات والحاجات دي اهي. دي سعرها 30 بالحته و 25، لا 30 وب 26، 30 اللي هي بالحته و 26 بالايه بالجمله اهي. بصوا زي ما حضراتكم شايفين في منها كل الالوان. تمام، وبرده هنشوف بقى اللانش بوكس ده اهو. بصوا ده ما شاء الله برده حلو قوي، بصوا
ده بصراحه ماتشين برضو يستحمل متهيألي كذا سنه. بصوا الوانه كلها احلى من بعضيها، ده ب 50 بالحته وب 40 بالجمله اهو. ده زي ما حضراتكم شايفين، بصوا فيه منه كل الالوان، فيه الاخضر وفيه الاحمر وفيه الفوشيا والبينك والحاجات دي. تمام، يبقى ادي كده اهوت. انا استعرضت لحضراتكم كل اللانش بوكس اهي اللي موجوده، وعلى فكره في عندهم حاجات تانية بس لسه بيجهزوها هنا اهوت عند محل الفرسان هنا اهوت في شارع سليمان. هنا اهوت كمان في اللي هي الزمزميه، بصوا اشكال جميله قوي، بصوا بقى الالوان اهي، ومعاها شاليمو اهي اهي، ديت ب 20 بالحته وب 14 الا ربع بالجمله. الجمله زي ما قلنا من ثلاث حتت. تمام، وبصوا برده ديت اللي هي برده حلوه قوي، بصوا دي مختمه، غطا مختم اهي، بصوا برده فيها الالوان برده زي ما حضراتكم شايفين، دي كلها شفافه بس اللي هو الاختلاف في الغطا بتاعها الالوان اهي. بصوا في بقى كل الالوان اهي، في اللي هو البينك، في النيجيتي، في الجراي، في ده. في يا جماعه كمان ليا اشكال بقى المقالم، بصوا الجمال بقى، بصوا حاجات جميله 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 والوان جميله بقى، واتفرجوا بقى على الابداع بصراحه. بصوا بقى المقلمه ديت ب 50 بالحته وب 41 بالجمله اهي. بصوا في ده اللبني على فكره، بصوا شكلها على فكره، بصوا زمراه كده، بصوا جميله قوي 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 بصراحه، والوانها كلها جميله، في اللبني وفي بس هي اصلا كلبني او روز، هي شكلها بناتي بناتي انيساتي انيساتي اهي. بصوا دي المعلمات دي، بصوا لا على فكره اللي هي اللي انا وريتها لحضراتكم الاول اهي، سعرها فوق مش تحت، 55 بالحته و 46 بالجمله. دول اللي هي ب 50 ب 41 اللي هي اللي قدامي اللي هي عليها القطط دي. تمام، وهنا بص بقى ديت على جمالها، ديت ب 55 وب 46، ب 55 بالحته وب 46 بالجمله. بصوا الجمال جميله قوي قوي قوي، بصوا 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 الوانها، بصوا في الروز وفي اللبني برضو هي اهي، وفي وفي اللي هو اللون الموف ديت يا جماعه اهيت، زي ما سعرها اهو بالجمله وبالحته ب 55 بالحته وب 46 بالجمله. تمام، وبصوا بقى في كمان المقالم دي اللي هي المكببه شويه اهي، بصوا حضراتكم برده في منها كل الالوان، ب 35 المقلمه القماش، ب 35 اللي هي دي اللي قدام حضراتكم دي، ب 35 بالحته وب 29 بالجمله اهي هي دي، وزي ما حضراتكم شايفين ادي الوانها كلها. تمام، وكمان في برضو اهي اشكال ثانيه للمقالم بصراحه، مجموعه مقالم بسم الله ما شاء الله يعني اهي، بصوا حضراتكم والالوان اهي، ودي سعرها اهو ب 50 وب 42 بالجمله. وهنا دي بصوا بقى حضراتكم برضو بصراحه كلهم من بعضهم وكلهم تحفه بصراحه، بصوا الجمال ده بقى، انا عايزه اقول لحضراتكم الجمال، بصوا حاجات كده يا جماعه تفتح نفسي على الدراسه. بصوا حضراتكم اي اجي جميع اهي الموديلات اهي للانش بوكس والمقلمه، زي ما بقول اشكال كلها احلى من بعضها وتفتح النفس على الدراسه اهي. في كمان اطباق بقى، بما اننا بقى في الحاجات اللي هي الحلوه دي، بصوا بقى في اطباق اللي هي بتاعه الاطفال دي، بصوا ده ب 25 بالحته وب 18 بالجمله. الجمله زي ما بقول ثلاث حتت، تبدا من ثلاث حتت. بصوا بقى الالوان والجمال بقى بتاعها اهي، دي بقى الحاجات بقى عشان ايه ندلع ولادنا عشان نفتح نفسهم على الاكل. بصوا كوبايه وطبق ومعلقه، ويمكن طبق كده، بصوا الوانه حلو قوي. اتمنى ان شاء الله ان جولتي النهارده تكون عجبت حضراتكم.
كل سنه وحضراتكم طيبين وعام دراسي سعيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عايزه بس اكد على حضراتكم ان احنا هنا اهوت في محل الفرسان في شارع سليمان باشا اهوت بجوار المحكمه بقيه المنشيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وادي يا جماعه ادي الكارت وادي العنوان بالتفصيل وارقام التليفون. اذا كانت عجبتكم الحلقه ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.